تنطلق النسخة العاشرة من سوق المزارعين البحرينيين بحديقة البديع النباتية ابتداء من يوم السبت المقبل العاشر من ديسمبر الجاري، على أن تستمر الفعالية كل يوم سبت. وأكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على إنجاح فعاليات سوق المزارعين البحرينيين الذي يأتي لدعم المبادرات التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الزراعي في رفد الأمن الغذائي لمملكة البحرين، حيث يهدف سوق المزارعين إلى الترويج للمنتجات الزراعية المحلية وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة البحريني لزيادة الفرص التجارية للعاملين فيه، وذلك بتنظيم من وزارة شؤون البلديات والزراعة وبالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وتصاحب سوق المزارعين بنسخة العاشرة عددا من الفعاليات العائلية المتنوعة.